يعني يعرف الحقيقة واش حصل لي في هذه السنوات الماضية. وأنا كنت لازم عليا نوضح الأمور، لأن للأسف أنا عشت أمور يعني محزنة. كيف يعني رابح ماجير اللي كان محبوب الجزائريين، محبوب الجماهير الجزائرية، يصبح يوم الأيام يعني رجل سيء، أو أمور هكذا اللي سمعتها يعني في العائلة تاعك تأثرت بزاف. أثرت كثير، أثرت كثير، لأن قرارك العودة إلى قطر للإقامة الدائمة كان عنده علاقة بهذه الحملة. لا لا لا، أنا مقيم في الخارج منذ سنوات وسنوات، وأنا قطر، أنا مقيم في قطر منذ 25 سنة. نعم. العكس، لما ندولي إلى المنتخب الوطني الجزائري أنا تركت قطر ورحت للجزائر. نعم. هذا هو. ما بعد ذلك شفت الأمور كيف مشات، رجعت إلى الدوحة، وأنا مقيم منذ سنوات.